نعمله اليوم بشملين هو تجسيد لرؤية البيرد لايف انترناشونال اللي هي حماية المواقع المهمة للطيور والتنوع البيولوجي، كمان تجسيدا لشغلتين أساسية فسميناها البيبليكال جاردن بشملين نزولا عند رغبة أبونا ورئيس البلدية كونها منطقة مميزة من جبل لبنان، وهي بتجسد رؤية البابا إنه لبنان رسالة ورسالة محبة بجبل لبنان مع الجوار لأنه منطقتنا متنوعة. وكيفون كمان قررت تعمل جمعة الجاي احتفال مماثل ويعملوا كمان كورانيك جاردن، فهيدا الديانتين هني بيحافظوا على الطبيعة، بيدعوا الإنسان للسلام إلى المحبة من خلال حماية الطبيعة. فاليوم بلشنا بشملين وجمعة الجاي مع وزير الثقافة رح نكفي بكيفون لقلعة كيفون ولا القرآن الجاردن إن شاء الله. فرحتي كبيرة اليوم حتى استقبل جمعية حماية الطبيعة بلبنان، والفرحة زادت لأنه موجودة بتلال شملان، تلال شملان يلي هي مشتركة بيننا وبين ضيعتنا كيفون. هالمحمية هذه رح كمان نوصلها بمحمية كيفون للناس اللي بيحبوا الطبيعة. والحلو بهالجمعية هيدي كلها مندفعين حقيقة لحماية الطبيعة، كارشين حالهم للطبيعة، كان حيوانات، كان طيور، كان بحار، يعني شيء غير طبيعي عندنا بلبنان. نشوف انه في حقيقة جمعية مثل هيدي مندفع من كل قلبها، كلهم كارشين حالهم وحياتهم لخدمة الطبيعة وخدمة الإنسان. ممنونكم أنا لحضوركم على شملان. عم نحتفل بافتتاح حديقة العودة إلى الطبيعة، العودة لله، لأن بهودي الأمور لازم نشتغل، لازم نفكر، لازم نصلي تفينا نمشي. نحن بوجود هون أنا كرئيس الاتحاد الدولي لصون الطبيعة بلبنان، مشروعنا كتير السنة رح يكون هادف بالتعاون مع كل الشركاء يلي معنا والأعضاء، وخاصة SPNL يلي اليوم عم يحتفلوا بافتتاح هيدي الحديقة. رح نشتغل نحن بخطة وطنية واضحة وصريحة، وهي رح نرجع نعيد التكافل والتكامل بين المجتمع المدني والجمعيات والدولة اللبنانية وخاصة الوزارات المعنية على رأس وزارة البيئة. نحن اليوم بشملين عم نكمل يلي ابتدأ بكيفون ورح يمتد على كل المناطق اللبنانية، هيك رح تتكبر الحمى ويكبروا الناس يلي بيحبوا وطنهم وبيحافظوا على طبيعتهم.